السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ايش قالوا المشاهير عن موت تارا فارس؟ هذا الفيديو راح تعرف ايش قالوا المشاهير. قبل ما تشوف الفيديو لا تسوي لايك للفيديو وتشترك بالقناه وتفعل زر الجرس، اهم شيء. اترككم مع الفيديو. صراحه انا فقدت الامل بهالبلد، والله العظيم. كنت بعد يقولون طفله صغيره مو عاقله ما تفتهم، بس يعني حين الطهر من أشوف أحد بالشارع يقول لي شفت صار بغداد، شفت صار بفلان مكان، شفت إيش دي يصير. ليش هذا العراق شرم كل واحد يحلف باسمه؟ والله